والله كابتن عادل، الماتش النهارده فرصه للجيل الحالي انه يعمل تاريخ لنفسه ان شاء الله بالحصول على الميداليه البرونزيه، ويقدر يعبر عن شخصيته وشخصيه نادي الاهلي في الملعب النهارده. اكيد يا كابتن ايمن، احنا عايزين نتكلم على مباراه النهارده، مباراه صعبه طبعاً للغايه طبعا، عشان بس الناس بعد مباراه البايرن فاكرين ان المباراه دي ممكن تكون مباراه سهله. لا، اول حاجه صعوبه المباراه دي ان الفرقه دي اتخطفت بلغه الكره من الفرقه المكسيكيه، اتخطفت يعني بمعنى ان هي افضل منها كتير قوي، وكانت مفاجاه من الاله الثقيل ان هي صح خرجت بره. وخلي بالك احنا تعودنا في كاس العالم الانديه ان بيبقى الفاينل ما بين بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا، لانه ده الطبيعي. بس هو في نقطتين عاوز اتكلم فيهم النهارده. اول حاجه الكوره نفسها اللي انت هتلعبها مع الفرقه دي غير كره اوروبا خالص. ايوه، الكره البرازيليه بتعتمد على المهاره، انت قريب منها كتير كمصر يعني وكدول الخليج حتى، كلهم بيجيبوا مدربين اجانب برازيليين، لكن بدا دلوقتي خلاص يرجع للمدرسه الاوروبيه تاني، فبدا اللمسه بتاعه الدوري البرازيلي بدا يبقى فيه لمسه اوروبيه شويه، بمعنى انك انت عندهم قوه وعندهم سرعه وعندهم مهاره، المهاره عندهم قبل كده ولكن هم زادوا دلوقتي بالسرعه والقوه، فمباراه صعبه جدا. هرجع بس حته لمباراه البايرن. أنا مختلف كتير مع ناس كتير بيتكلموا على إنه الباير فرقة عظيمة وكويس إن النادي الأهلي عمل معاهم كده والحاجات دي. أنا مش من المدرسة دي، أنا النادي الأهلي بالنسبة لي نادي كبير، ولما أجي أتكلم على إن مباراة الباير إحنا خسرناها فهي مباراة خسرناها، ممكن يكون أداءنا ما كانش قوي جدا، أنا دي من وجهة نظري إن أداءنا ما كانش قوي بغض النظر عن المنافس بايرن ميونخ وكل حاجه، لكن برضو احنا كان ممكن نجاهد اكتر من كده، لان احنا عندنا لعيبه كويسه، امكانياتنا كويسه، ممكن نعمل حاجه كويسه. ولكن الحاجه المهمه اللي انا بتكلم فيها في الوقت الحالي ان المدرسه المصريه اللي الاهلي بيلعب فيها، او الافريقيه اللي الاهلي بيلعب فيها، او البيئه والمناخ اللي بيلعب فيها، يمكن هنتكلم على الضغط سمات وصفات الكرة الأفريقية والمصرية، إنك أنت بتلعب وأنا بلعب، مفيش ضغط مفيش خنق زي اللي عمله البايرن. يبقى أنت بتتكلم في طول الوقت بتشتغل ببروفا مع أندية قليلة في الضغط والحاجات دي، وبعدين جيت لعبت مع البايرن، كان الدراسة كانت تبقى أعلى من كده، ولكن في الآخر أنا لما أجي أتكلم على النادي الأهلي كونه إنه كويس إنه طلع كده، أنا بحس إن أنا بقلل من شأنه. بالعكس، النادي الأهلي عمل بطولة كويسة، كسب المباراة الأولانية، لعب خصم قوي جدا، ولكن كان ممكن نعمل حاجة أحسن من كده من وجهة نظري، مش في النتيجة ولكن في الأداء شوية، وده يديك انطباع إنك بعد كده يبقى عندك اللاعبين اللي يقدروا يجابهوا اللعيبة العالمية. يعني أنا كنت سعيد جدا بطاهر محمد طاهر، ده إمكانيات لعيب كورة يلعب في أوروبا بالشكل، سرعاته، حركته، الحاجات دي، رغم ان في لعيبه كتير زي ايمن اشرف ومحمد هاني والناس كلها. محمد هاني لعب كويس برضه، لعب ماتش الفات، وشخصية طاهر، محمد طاهر، محمد هاني كمان ادى بشكل كويس الماتش ده. بص يا كابتن ايمن، اول ما طاهر محمد طاهر جه انا قلت عليه ده مشروع. ايوه، يمكن اتكلمت في احد البرامج واتكلمت عليه ان ده مشروع مهاجم جيد لنادي كبير. ايوه، وبعدين ايه ده مشروع، بمعنى انك انت ممكن تصدره بره بعد كده. يعني يلعب عندك سنه واثنين وثلاثه ويطلع يلعب بره ويتسوق بره، هي كره القدم كده. فانا بالعكس يعني انا شايف ان البطوله احنا شرف كبير جدا ان احنا ناخد المركز الثالث النهارده، لانه لو خدنا المركز الثالث يبقى انت عملت انجاز كبير يعني.